يعني غير الحرب اللي عم بتصير الآن والمواجهة اللي عم بتصير في غزة، هنالك حرب أخرى عم بتصير على مستوى الإعلام، الإعلام صح. الغربي والإعلام الحقيقي أو ما يحصل على أرض الواقع الآن. الفيسبوك الإنستغرام عم بحدد وصول الرسالة والصوت مقابل منصة إكس اللي دخلت الآن في الموضوع بفتح حرية التعبير عن الرأي، ولكن بالنهاية عم نشوف شو عم بيصير على أرض الواقع وتغيير الصورة والحقائق. صحيح. يمكن هناك كثير من وسائل الإعلام العالمية التي لها توجه معين من خلال تغيير الحقيقة أو من خلال من وراء هذه وسائل الإعلام، لكن إن شاء الله دائما الإعلام الحقيقي والإعلام طبعا المنتبه الذي ينقل الحقيقة، هنا أؤكد أن ننقل الحقيقة كما هي لما يجري اليوم في غزة، خصوصا ليس أتحدث فقط عن إعلام التلفزيون والإذاعة والصحف، لكن اليوم السوشيال ميديا التي تؤثر وتوصل الجميع في كل مكان في العالم. نتحدث أكثر وأكثر عن ما يجري أيضا وعن الإعلام وعن هذا المشهد الهام. بسعدنا يكون معنا الكاتب والصحفي عبد الهادي راجل مجالي. صباح الخير، يعطيك العافية. صباح النصر والشهادة إن شاء الله يا رب. أيضا وسعدنا يكون معنا الأستاذ الدكتور حنان الشيخ عميد كلية الإعلام في جامعة الشرق الأوسط. أهلا وسهلا فيك ويعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك. صباح النصر والعزة والفخر لأهلنا في فلسطين إن شاء الله. يعني إذا بتسمح لي أستاذ عبد الهادي بدي أبلش مع الدكتورة حنان. دكتورة، الآن زي ما كنا عم نحكي في البداية في حرب ثانية وأخرى، تكميم أفواه من بمواقع التواصل الاجتماعي للجانب العربي ومنصات المواقع التواصل الاجتماعي. الآن دوركم بالمؤسسات الإعلامية، كيف ممكن إحنا نساعد في هذا الشأن وتحسين هذه الصورة؟ صباح الخير مرة ثانية، وشكرا على هذه الاستضافة، وشكرا على المفاجأة اللي أنا دخلت شفت الاستوديو بهذا الزهو. صراحة أعجبني جدا العنوان غزة في المواجهة، وحتى حرف الميم رايح شوي، فبزبط نقول غزة في الواجهة، وهذا شيء مقدر للتلفزيون الأردني صراحة. وأنا بتكلم الآن من هذا المكان وأنطلق من سؤالك بخصوص دور الإعلام. نعم، دور الإعلام هو الرديف التوجيهي والرديف الاستطلاعي، خلينا نقول، لما يحدث في السياسة وفي عالم الحروب. في الأردن هنا الإعلام قدم صورة مشرفة، أنا بصراحة أتحدث لأنها عندما نقول عن القضية الفلسطينية، عندما نتحدث عن غزة، فنحن لا نتحدث عن زلزال حدث في دولة لاتينية ولا في انقلاب في جنوب أفريقيا، هذه قضية الأساسية، قضية الأردن الرئيسية، ونحن هنا في هذا الاجتماع المصغر نحن لسان حال الإعلام الأردني. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، نعم الإعلام له دور جدا كبير، بل هو الدور له كل، يعني الآن هو الإعلام الذي يتحدث بالنيابة عن السلاح في أماكن كثيرة، هو الذي يوجه الرأي العام، وهو الذي يستطلع الرأي العام، وهو الناطق الرسمي باسم كافة الجهات المتعلقة في هذه الحالة. صحيح. يعني ممكن دكتورة كثير من المواقف تغيرت لكثير من الدول عبر التاريخ من خلال صورة، من خلال فيديو أو مشهد أو خبر أو مقال صحفي أيضا يؤثر لمنطقة ما يكون فيها الصراع. عبد الهادي راجي المجالي الكاتب والمحلل والصحفي، اليوم عندما نتحدث عن العروبة القومية العربية، قضية الفلسطينية، الجيش، يعني عندما تكتب دائما أنت في هذا المجال لك طريقة خاصة في هذا الموضوع، ماذا نتحدث عما يجري اليوم؟ كيف تحلل ما يجري؟ شوف، يعني أولا شكرا للتلفزيون الأردني، بس عبر هذا المنبر لازم نحكي تفضل مسألة مهمة. تفضل. الناس عم تسمعنا الآن، أنا بكره يعني قصة الموقف الداعم للأشقاء، الجهد الداعم، احنا اهل قضيه، صح، هذا مش قضيتنا وهذا نأكد. اليد التي تبتر في غزة يدي، والدم الذي يسفح دمي، والشهاده التي تسقط هي شهادتي، انا ابن قضيه، انا من غزة، زي ما غزة تقع على اطراف الكرك، اعتقد ان الكرك الان في قلب غزة. نحن الاردنيين من شكلنا خطاب الثوره، نحن شركاء، قبل فتره دفننا الاستاذ صالح القلاب، شو كان هذا كل حياته بالثورة الفلسطينية مقاتل، من صاغ أدب المقاومة بالثورة الفلسطينية مين؟ مش طاهر العدوان؟
مش هلسة غالب هلسة. كنا نغني لأحمد على الموت انتصر ما أحلى شهيد قلعة شقيف أحمد المجالي، مش هذا أول شهيد في قلعة شقيف في الاجتياح؟ نحن من شكلنا القضية وخطاب الثورة أولادنا عيالنا ما راحوا يشربوا قهوة في مقاهي بيروت، راحوا قاتلوا وشكلوا خطابها السياسي وخطابها الاجتماعي والأدبي والثقافي. إحنا في باب الواد معركة لحالها 12 ساعة. الكتيبة الثانية قتلوا 650 عسكر إسرائيلي لما دخلوا على الطاهي في المطبخ، خنق اثنين خنق. هذه لو كانت أسطورة سورية أو مصرية لصنعوا ألف قصة وألف فيلم وألف مسلسل. إحنا بدنا نواجه المشهد بتاريخنا، بتاريخ جيشنا، بتاريخ أولادنا اللي كانوا بالثورة، اللي قاتلوا وشكلوا خطابها السياسي والاجتماعي والنضالي والفني والثقافي. فبالتالي إحنا أهل قضية. وأنا بكره قصة الإعلام دعم الموقف. ما يحدث في غزة هو بداية ولادي للشخصية الفلسطينية، بداية تكون هذه الشخصية، هو بداية الانتصار الجديد. والله كل من تواطأ وتآمر سيجثو على قدميه. غزة لن تجثو، حتى الماء اللي قطعوه والله لن تقبل له توبة. لو جاء الماء سيجثو ويعتذر لأهل غزة. فلذلك خطابنا بالإعلام بده يكون تعبوي، مش خطاب حزن. أنا شفت هذا البروموشن اللي فيه حزن ما حبيته، ولا حبيت الأسود عليك رندا، ولا بحب خطاب الانكسار. الشهادة موسم فرح، بدك توقف له احتراما. وإحنا الأردنيين إحنا أهل القضية، إحنا اللي صقنا أبجدياتها. في بلد تحمل نزوح ولجوء زينا؟ في بلد عنده قضية في المحافل الدولية غير القضية الفلسطينية؟ فبالتالي خطابنا تعبوي، خطاب معنوي، بده يرفع معنويات الناس، بده يكون. وبدنا نتعامل بالإعلام. أنا بشوف الإذاعات قبل فترة البث الموحد مذيعات حزينات، ليش الحزن؟ الشهادة موسم للفرح والبداية والانطلاقة الجديدة للقضية الفلسطينية. والله وهي أنا أقسم بعد الانتصار غزة ستمحي كاسترو وستمحي جيفارا، سيكون النهج الجديد في العالم. كل طفل من أستراليا إلى بلجيكا سيضع شعار غزة على، وستكون ملهم للثورة والحياة، ملهم للانتصار. غزة مشروع عالمي في التحرر، في القوة، في الانتصار، في كرامة العرب، في شجاعتهم. هذا مش موسم للانكسار، هذا موسم للشهادة والنصر. والأصل نرفع معنويات الناس، صح، وننهض بها. والأصل أن نواجه بتاريخ جيشنا، باب الواد، اللطرون، الشيخ جراح. إحنا من 48 إلى 67 جيشنا 67 معركة خاض، لم يتركوا قرية أردنية إلا قصفوها، لم يتركوا مستشفى، لم يتركوا كتيبة إلا قصفوها. معركة السموع، اللطرون، الشيخ، هذا اللي بدنا نواجه نطلعه لأولادنا، هذا اللي بدنا نحكيه. إحنا اللي حرقناهم في الدبابات يوم الكرامة. للأسف ما كانش في سوشيال ميديا، بس كانت أجسادهم محروقة بالدبابات. الآن المقاومة قتلت 636 جندي إسرائيلي في معركة واحدة. باب الواد 650 قتلنا منهم وبالسلاح الأبيض. هذا المادة اللي بدنا نعطيها لأولادنا، وهي اللي بدنا نذكر اليهود فيها. شو إحنا ومن نحن؟ نحن طرف ونحن أهل قضية. إحنا مش متفرد، لا. والنصر يعني بإذن الله أنا شايفه زي ما أنا شايفكم، النصر قادم. ما في لحظة للانكسار، ولا نسمح للعالم ولا للريح ولا للبحر ولا لأي شيء يكسرنا أبدا. يعني ثمن الحرية غالي زي ما طبعاً قلت، واللي يمكن تفضلت فيه. إحنا مش حزينين، بالعكس إحنا فخورين بكل ما تم تقديمه من شهداء، ولكن حزينين على الظلم اللي عم بيتلقوه أهل غزة، حزينين على قطع الماء، حزينين على قطع الكهرباء، حزينين على قطع الإمدادات الصحية. أنا مش أنا متوقع الحزن. إسرائيل شوفي الطرف، هذا الحزن. الطرف الآخر هو الطرف لقيط وطرف منحط وطرف ولد من الحضيض، وبالتالي كل شيء متوقع منه. الفلسطيني منذ 80 عام وهو يدفع دم، بس ما في مرحلة ما دفع دم. أنا يمكن بدي أكمل مع الدكتورة، بس يعني يمكن أنا وجب علي الحديث بهذا الشأن، لأنه فعلا أنت هون بتقف بتشوف العالم كله واقف مساند لإسرائيل، والشعب أطفال عم بيروحوا كل يوم. فيمكن هذا الوجع. ويمكن دكتورة يمكن صحيح بتأيديني، وكونك مزبوط. يعني دليل على ذلك ما يفعله الكيان الصهيوني اليوم في غزة في المخيمات،
هذا النوع من الانتقام والكيد لما مع البشر مع المدنيين ما هو يعني له شقين. الشق الأول هو كيدي وانتقامي أكيد، وهذا ديدن الاستعمار يعني وديدن الاحتلال. لكن الشق الثاني وهو شق إعلامي مهم، هذا الكيان يريد أن يمسح صورة الجيش الذي لا يهزم من عقلية المتفرجين والمشاهدين المتلقين الذين شاهدوا انقلابا في هذه الصورة يوم 7 أكتوبر. يوم 7 أكتوبر الصور والفيديوهات والحقيقة التي ظهرت على السطح أوجعت الكيان الصهيوني، ده يعني أوجعته بشكل جدا عميق. هذه الصور تريد الآلية الإعلامية الصهيونية أن تمحوها من ذاكرة المشاهدين وتحل مكانها، هذه قاعدة الإحلال، مشاهد الشهداء والبيوت المهدمة، الإسعاف الذي لا يجد لديه وقود، الناس المتكدسين أمام طوابير المخابز، كل ذلك من أجل إلهاء العالم عن الصورة الأصيلة وهي صورة الجيش الذي هزم في 7 أكتوبر. شاهدنا وتابعنا هذه المشاهد من طبعا داخل المستشفى العسكري الأردني، طبعا مشاهد حصرية صورها التلفزيون الأردني من خلال جهد عظيم يبذل من نشام قوات المسلحة الجيش العربي، الخدمات الطبية الملكية، وهذا تأكيد أستاذ عبد الهادي عن الدور العظيم اللي بيقوم فيه الأردن وأيضا جيشنا العربي. تفضل. يعني شوف، بدي أحكي لك شغلي وأنا يعني صادق فيها والله، السلو رحت لشبابنا بالخدمات الطبية وفتحت باب التطوع، والله ما يظل واحد كلهم لا يرحلوا لغزة، ترى القصة بالنيات. أنا بعرف بقعد معهم يعني الشباب اللي في وبعرف إنه قديش واحد بتمنى يروح يعني، بس ودوني أنا، ودوني أنا لأنه القصة. أنا قلت لك في البداية من يستشهد أنا، والعظم عظمي والدم دمي والأطراف أطرافي، إحنا هاي قضيتنا. فهذا يعني مش جديد على جيشنا، هذا جيش قاتل يعني، هذا جيش استشهد منه ناس، صح. هذا جيش التحم، هذا جيش بال 48 حرر القدس. أنا اللي بحكيه دائما وهذا مهم للجيل الحالي، علينا أن نعيد صياغة تاريخنا ونستخرج تاريخنا حتى نذكر إسرائيل بمن نحن. إحنا مش قاعدين منابر إعلامية نظل نحكي في طريقة والدور الأردني وتعظيم دورنا لا إحنا مش قصة دور، إحنا قاتلنا فعلا. يعني معالي وزير الخارجية قال جملة خطيرة قبل فترة على إحدى القنوات، قال يا أخوان لما كانت القصة قصة حرب أول من دفع الدم نحن، بس مش إحنا أول ناس رحنا للصلح، بس لما كانت القصة في البعد الفلسطيني حرب نحن أول من دفعنا الدم، وما دفعنا دم بس تحت مظلة المؤسسة العسكرية تحت كايد المفلح العبيدات، العشيرة الأردنية كانت مقاتلة وفلسطين كانت تمثل لها الحلم والمدى والقضية وأغلى أمانيها. المجتمعات الأردنية الفلاحية قاتلت، إحنا حتى جزء من ثقافة المقاومة بنيناه، أولادنا بنوه. ولما قلت لك عن أسماء شخصيات أعتذر، هذولا أثنوا حياتهم كان بإمكانهم يقعدوا في عمان ويصيروا موظفين. بس السؤال ليه لما نحكي عن الشهيد ميشيل النمري اللي استشهد قضى حياته بالمقاومة، ليه؟ لأنه فلسطين كانت تعني له الذات وكانت تعني له الوجود والتحرر. جيشنا جزء من هاي وهو كان في الطليعة. فلذلك أنا دائما بتمنى بقول يا ريت الجيش يفرج عن ملفاته، عن معاركه في اللطرون في باب الواد، يا ريت نعيد صياغة الدراما حتى نخبر العالم بمن نحن. لا نحتاج للدفاع عن أنفسنا. أنا بكره واحد يكتب مقال إلى بعض المشككين، إلى مش تاريخنا يجيز لنا أن نرفع رأسنا عاليا. أفعالنا وفلسطين يوم الحشر والله أول من ستشفع لنا نحن، لأنه إحنا كشعب. أنا بشوف الناس في جيل جديد عم بتشكل عند الكالوتي، اقروا هذا الجيل 16-17 سنة. أنا ابني مبارح بحكي لي عن مخيمات غزة الثمانية، بحكي لي عن أحمد ياسين مؤسس حركة حماس إنه متجورة، عم بحكي لي إنه لا سكان غزة الأصليين بشكله 16%، وبحكي لي عن بحكي لي عن تفاصيل في المعركة.
ابني بحكي لي عم انه واحد، انت شفتي مشهد اللي حط العبوة على الدبابة؟ والله لا تكرر هذا المشهد بالحرب الكورية ولا بالفيت كونغ بالحرب الفيتنامية ولا بالحرب هذا من اي معدن يعني قد عظمه؟ هذا شو البطولة اللي بدك تحكي؟ صحيح. يعني احكي لك يمكن من الامور المهمة اللي هو الجيل القادم الان، الشباب اللي موجودين الان اللي احنا عم نشوفهم في الوقت الحالي، هو الشعب وهم اللي عم بحاربوا حاملين القضية الان، وعم نشوفهم كيف عم بيخطبوا وبيحكوا في هذا الكلام. دكتورة، بما انه كان الاستاذ عبد الهادي عم بيحكي عن موضوع الجيل القادم، صحيح، وحضرتك بكلية الاعلام، ف الشباب أو الإعلاميين اللي الآن عم بيشوفوا ما يحصل الآن والحرب الإعلامية اللي عم نشوفها الآن، كيف عم بيتم تهيئتهم لهذا الموضوع وكيف عم بيكون الخطاب، تدريسهم للخطاب؟ أولاً هم مهيئين جاهزين زي ما تفضل الأستاذ عبد الهادي، يعني هم ناس لقوا نموذج أخيراً يقتدوا به بعد النماذج الدرامية اللي فرضتها علينا، يعني النماذج اللي هي لها علاقة بين ممثلين ويعني بطولات نوعا ما وهمية في المسلسلات السورية واللبنانية والمصرية. الآن وجد نموذجا حقيقيا يضع هذه القنبلة على سطح الدبابة من المسافة صفر، وهو يردد وجعلنا من بين أيديهم سدا. الآن طلابنا ونحن من أمامهم ومن خلفهم غيرنا الخطة الدراسية. أنا واحدة من الناس في كلية الإعلام بجامعة الشرق الأوسط غيرت شخصياً في مادتي، وأصبحت مثلاً واحدة من الأشياء التي ندرسها في مثلاً في تحليل الخطاب، الصورة والصوت والفيديو كان ممكن يكون بمادتي بالأسبوع الثالث أو الرابع، الآن قفزت كل هذه العناوين إلى الصفحة الأولى، أصبحت ثيمة التعليم مختلفة، ثيمتها هي غزة، رسائل الماجستير غزة، ومشاريع التخرج هي غزة، فرضت غزة نفسها بكل حب طبعا وبكل تلقائية مع الطلاب على عناوينهم وعلى شغلهم. أيضا في الجامعة بدون تردد يعني تبنينا منتدى ساخن، يعني على طول السنة على طول العام منتدى للحوار والفكر يتحدث دائما عن قضية الفلسطينية، حتى الطلاب طالبوا دائما ويطالبون دائما بأن يقوموا بهذه الفيديوهات، وفعلا عملوا هذه الفيديوهات ونزلوها على السوشيال ميديا، حاولوا قدر الإمكان هم يتواصلوا مع مراسلين بالقطاع، أصبح لديهم نماذج مشرقة متألقة من المراسلين والعمل الصحفي، أصبح حتى الطلاب الذين كانوا يدرسون في تخصصات ثانية أصبحوا يقولوا لا إحنا بدنا نصير مراسلين حربيين. هذه كلمة جديدة صرت أسمعها من الطلاب، إنه أنا نفسي أطلع مراسل حربي من كثر ما صار في عندهم نموذج متألق ومشرق بفلسطين. أكيد، يعني دائما يمكن عم نتابع، كل شيء أصبح في مؤسساتنا، في مدارسنا، في جامعاتنا، في مؤسستنا حديثنا وهو عنوانه كما تحدث يمكن الأستاذ عبد الهادي، ونتحدث يوميا بأن فلسطين هي قضيتنا وليس يعني فقط أن تمر مرور الكرام. واليوم أيضا وإحنا نتابع وقفة شعبية عظيمة كما هو الأردنيين عبر التاريخ في كل محافظات مملكتنا الحبيبة، وتناغم الموقف ما بين الشعب والقيادة، التعامل رجال الأمن النشامة الذين يريدون أن نعبر بطريقة سلمية وأن نوصل رسالتنا للعالم أجمع بطريقة هامة جدا. قديش مهم هذا الموضوع، قديش مهم أن نكون جميعا يد واحدة موحدين على المستوى الجبهة الداخلية. ما هي الرسائل بهذا الاتجاه للمصر؟ الأردن في أعلى درجات التناغم، في انسجام بين الموقف الرسمي والشعبي وموقف القيادي، وبقول لك غير هيك كاذب، أنا لا أصدق غيره، بالعكس أعلى. ومن قاد هذا الخطاب، خطاب المواجهة، هو الملك، جلالة الملك، وبدأ في خطاب حاسم ليس حيادي، لم يكن خطاب حيادي ولا خطاب سياسي. شوف لأول مرة جلالة الملك يتكلم مبادئ، مش لأول مرة في هذه القصة السياسية فيها مصالح وفيها مبادئ. الأردن رمى جلالة الملك المصالح كاملة بالخلف وتكلم مبادئ فقط بقصة أنت بتعرف شو مصالحنا، بتعرف شو ارتباطنا بالدولار، بتعرف شو المسألة الاقتصادية عندنا، بتعرف شو المساعدات، بتعرف شو ارتباط
بالاستيراد الأسلحة من الخارج، كل هذا نفي وتكلمنا بلغة المبدأ، مع أنه شوف لأول مرة دولة تضحي بمصالحها السياسية والاقتصادية وتقدم المبادئ. جلالة الملك حسم المشهد من بداية القصة، بدهم يعاقبونا، بدهم عدم إلغاء زيارة بايدن. هاي مسألة يعني أنا بعرف يعني يمكن تبعاتها، بس في النهاية لا، المبدأ مبدأ، هذه قضية لا تقابل إلا بالمبادئ. لذلك موقف القيادة تقدم على الكل. نحن الآن في مرحلة تطابق تام، الكل بيشتغل مبادئ الدين والعروبة، وكأننا نسترد أول دعوة للثورة العربية الكبرى، أن طاب الموت يا عرب. هذه مسألة مهمة. لكن اللي مندعيه من الناس دائما، وأنا بقول إياك أن تبث خطاب الانكسار أو الحزن، نحن نحتاج لأن يكون خطابنا تعبويا عسكريا. يعني في الجيش لما سموا الإعلام التعبوي ما سموه عبثيا. أنا كنت وأنا صغير يعني طفل في المدرسة أفتح الراديو الصبح على البث المباشر، نتذكر جبر حجات وسليمان عويس وأغاني فيروز. في شيء بزرع فيك تعبئة معنوية، أنت مش بمعركة بس بتحس حالك بمعركة، بحالة وطنية. وهذا دور الإعلام، هذا دور الجماهير أيضا، أن تبقي على خطاب الحالة المعنوية المرتفعة، وهذا دور الدولة أيضا، وهذا دوركو أختي رندا وأخوي حازم. بدناش تطلعي على الإذاعة بأي نبرة حزن، وبالإذاعات لا تحكوا راح ميت، لا تركزوا على الشهادة. الشهادة إحنا بنحتفي فيها ونفرح فيها، ركزوا على النصر، ركزوا حللوا مشهد اللي حط العبوة عدب. والله أنا بدي أشكرك اليوم جد، لأنه فعليا هذا الكلام، هذا الكلام اللي الواحد اليوم لازم يخليه في قلبه ويسمعه. إحنا فعلا ناخذ الطاقة الإيجابية من كل شخص موجود على أرض غزة، من الطفل الصغير اللي بيكون واقف أمام الدبابة، من الأب والأم اللي بيمسك ابنه وبيحكي له وهو مستشهد بين إيديه، بيحكي الحمد لله ابني استشهد على ثرى وتراب هذا الوطن. وتأكدي رح ينتصروا لأنه الله معهم، وتأكدي رح نزور غزة إن شاء الله ونصلي عترابها. وأنا مش مفتي بس، والله الصلاة عترابها بألف أجر من الصلاة في أي مكان أو مدينة أخرى. يعني اليوم عندما نتحدث عن يمكن هذه الرسائل الهامة وكل هذا الجهد شيء مهم، لكن أنا اليوم أيضا حتى من خلال ما نتحدث فيه، من خلال هذه المشاهد ووسائل السوشيال ميديا والإعلام، مهم جدا أن نوصل الحقيقة أيضا، لأنه في هناك أيضا مؤسسات ومنظمات دولية يجب أن تقوم بدورها. يعني عم نشوف جهد دبلوماسي مهم، لكن أيضا الإعلام له دور مهم، وفخورين فيما يقوم فيه الإعلام الأردني. رسالة بنهاية لقائنا أيضا. في نهاية اللقاء بحب أذكركم بقصة يتداولها نشطاء السوشيال ميديا عن طفلة بريطانية تكذب، وهي قصة يعني يمكن تكون قصة متخيلة. هم كل البريطانيين بيكذبوا، مش قصة طفلة تكذب فتوبخها والدتها، فبتقولها إمها لا تكذبي لأنك عندما تكبرين ستصبحين مذيعة في البي بي سي. هذا يعني اختصار لأنه قديش الإعلام الغربي يمارس الكذب كعقيدة كنهج، لأنه يقف خلف الرواية السياسية. هو دخل جزء من المعركة مع جيش الاحتلال، ودخل جزء مع المعركة وتبنى روايته. دورنا نحن أن كما تفضلت أن نكون تعبويين، أن نكون أن ننتشل حالة اليأس والحزن من داخلنا، ونجرب طعم ولذة النصر والعزة التي أذاقنا إياها إخواننا وأشقائنا أهلنا بفلسطين. أكيد احنا بنشكرك دكتورة، كل الشكر لك أستاذ عبد الحادي، وموعد الصلاة. التحية أيضا دائما للجميع. دائما يعني اليوم عندما نتحدث ونشاهد بنفس ووقفة الأردنيين جميعا، فلسطين قضيتنا كما نتحدث دائما، وفخورين بجهد عظيم فلسطين منتصرة إن شاء الله، وجهد بإذن الله، وجهد عظيم لكل زملائنا الإعلاميين في غزة، في فلسطين، وفي الأردن، وفي كل العالم، الذين يوصلون الحقيقة أيضا لكل العالم، واللي دفعوا ثمن حياتهم أيضا. صحيح. الصحفيين والإعلاميين أيضا، يوم أمس استشهد أحد الصحفيين وزوجته بفلسطين غير اللي كان قبل. وإحنا اليوم من خلال مؤسسة الإذاعة والتلفزيون نقف دائما مع
غزة وفلسطين وليس طبعاً. وليس إلى جانب، إحنا معهم دائما، وهذه القضية قضيتنا صحيح. وقضية الأردن. ولما نشوف جلالة الملك على كل المستويات، المستوى المحلي والعالمي والدولي، عم بيوقف بوجه كل ما يحصل، إحنا اليوم صحيح. مع جلالة سيدنا ومع الأردن، مع الشعب الفلسطيني. فخورين بجلالة سيدنا، فخورين بسمو ولي العهد، فخورين بجيشنا، بمؤسساتنا الأمنية، بشعبنا العظيم، بموقفنا المتناغم، أننا جميعا يد واحدة اتجاه قضيتنا، القضية الفلسطينية. نلقاكم بحلقة قادمة، إلى اللقاء.